شعب عاطفي؟ يعني لا طبعا. جدا. احنا شعب عاطفي. شعب عاطفي جدا. جدا. طبعا. يعني مش دايما على طول يعني. لا احنا ما بقناش نعرف حاجه عن العاطفيه خالص. في الظروف دي ما فيش عاطفي بقى. احتمال. شعب شهواني شويه. انما عاطفه دينيه ممكن تقريبا مش موجود. مش لازم دينيه. عاطفي تقريبا لا. هو احنا شعب بالفطره كده حنينين على بعض كده وبنحب بعض وحاجه لطيفه يعني. بس العاطفه دي ابتدت تقل شويه يعني. ممكن بالوقت نبتدي نبقى قاسيين شويه على بعض. ناس مكرمة دي ده دين ولا ده اسلام؟ ده الاسلام ادانا ان احنا نموت الناس ونقتل في الناس. بنفرح بنعيط بنزعل بنعيط. دي كفايه قوي. لا مش عاطفيين. فين العاطفه؟ هم شايف يعني الناس بتبص للناس دايما ان هم ايه، كل واحد بيبص ان ده احسن من التاني عشان بيتعامل في عاطفه في كل حاجه. ما عندوش حاجه اسمها بيزنس وشغل يعني. العاطفه دي ممكن تخلينا احنا شايف بيضحك عليه. تفتكر جدا بيضحك علينا في اي حاجه؟ لا مش بيضحك علينا. بيضحك علينا ليه؟ لا فينا الطيبه. احنا شعب ذكي بس فعلا بيضحك عليه بسهوله. من الاعلام بندي الامان بس مش بنتكير يعني. المفروض ان احنا نبقى تكير من اي حد بس احنا ما بنعملش كده بطبيعتنا يعني. بيضحك علينا. بيضحك علينا كتير قوي كتير قوي. في كل حاجه على فكره. في ايه طيب؟ ايه اللي ضحك علينا فيه قبل كده؟ ضحك علينا مثلا الاشاعات اللي بتيجي ديت هي اللي مبوظه الدنيا. 30 يونيو حاسس ان احنا اتضحك علينا فيها. محمد مرسي. في ايه بقى؟ كفايه في تبته، في اللي هو رافع شعار الاسلام، في ان احنا كتير منا انخدع ان هو بيعبر عن اسم عن الاسلام وبيعبر عن تيار ديني. دي تقريبا اكتر حاجه كل الشعب مش انا بس شرمناها يعني. طريقه الحكم والحياه. الضحك علينا فعلا من اخواننا البعد الاخوان منهم لله. حاجات كتير يعني. في حقوق احنا بناخدهاش برضه. كساسه احنا مش عارفين احنا رايحين على فين وجايين منين، فبالتالي يا اما مضحوك علينا يا اما مش مضحوك علينا، فاحنا مش عارفين حاجه. ما اعرفش الحاجات اللي بنسمعها دي، ما اعرفش نصدق ايه وما نصدقش ايه. ما تعرفيش في الكوره اما خسرنا من غانا. في التعليم بيضحك علينا، في التربيه بيضحك علينا، واحنا بنضحك على نفسنا. حتى اللي ماسكين البلد حاليا، الناس اللي ماسكه البلد حاليا، اذا كان الفريق السيسي او اللي كان ماسك البلد قبل كده الدكتور محمد مرسي او اللي كان قبله، كانوا بيضحكوا علينا برضه واحنا مصدقين. وكلنا سنتين وبنضحك علينا يعني. مثلا سنتين وهنرجع والاخوان زي الفل. المجلس العسكري من شويه كان وحش وسنتين وهيبقى زي الفل. كتير. وحتى في السياسه بيضحك عليكي؟ بصي اكتر شعب بيضحك عليه في السياسه هو احنا يعني. مش حاجه ثانيه. الشعب ده ذكي قوي بس عبيط. الشعب المصري شعب طيب. اهم ده يبقى درجه 5. فرز عاشر.